10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق مشوار مباريات كأس مصر في دور الـ16. لكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الزمالك أمام ضلاع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 وبطولة كأس مصر. المباراة على استاد السلام، القناة الناقلة أون تايم سبورت 1 والمعلق محمد الشاذلي. توقيت المباراة مساء اليوم الأربعاء في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يفوز في هذه المباراة ومن يخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم؟ انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.